يوم أمس بهالحفل كان في مواهب واعدة وأصوات مبدعة تميزت بصوت رائع وأدت فن حلبي أصيل. يعني كان لحضورهم نكهة كتير مميزة. شباب سوري صغير إذا فينا نقول هن أطفال سوريا يلي يحربنوا سوريا يعني ومستقبل سوريا كله بإيدهم. معنا لليوم شاب سوري متميز قدم امبارح بالغناء الحلبي الأصيل وكان تفاعل كبير للجمهور معه. معنا شاب يمان قصار، أهلا وسهلا فيك. ووازو عدنان قصار، يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. صباح سوري بامتياز. اهلا وسهلا فيكم. يعني يمان امبارح لما طلعت على مسرح قلعه حلب شو كان شعورك وخاصه شفت تفاعل الجمهور معك؟ كان شعوري كثير حلو، وطبعا انا لي الشرف اني اوقف على مسرح وقف عليه كبار الفنانين، وقلعه حلب تعني لي انه صمود سوريا. يسعد صباحك. بدنا بما انه بتعني لك قلعه حلب صمود سوريا حابين نسمع من حضرتك هيك غنيه صغيره يمان بتهديها لكل اهالي سوريا. كل شي حنين النال، كل شي حنين النال، شهبة غرامك غلب وآه البعد موال، وآه المحبة عجب لأجلك أنا غنيت، لأجلك أنا غنيت، لأجلك أنا غنيت، آه من اللي انكتب فيهم عجب، آهين من اللي انكتب سطرين فيهم عجب، السطر الأول نار بعدي عنك يا دار، السطر الأول نار بعدي عنك يا دار، والتاني كله مرار محروم شوفت حلب، اشتقنا لك يا حلب، اشتقنا لك يا حلب، اشتقنا لك يا قلب. تسلم هالصوت وتحيه لكل يلي اشتاقوا لحلب انه يجوا على حلب بهذا الوقت. قريش اكيد. يعني سيد عدنان، كيف كان التحضير لمشاركه يمان بهذا الحفل؟ من وقت اللي خبروكم انه هو رح يكون له مشاركه، كيف تم التحضير وخاصه انه يمان بيخضع لدروس ايضا موسيقيه بمعهد صلح الوادي بحلب؟ بدينا بالتحضيرات. يعني اول ما اجتنا الدعوه كان لنا شرف يعني يمان انه يغني على مسرح قلعه حلب اللي غنى فيه طبعا كبار العمالقه اللي غنوا بسوريا طبعا. وبديت التحضيرات انه يمان صار ياخذ الاغاني ويتمرن عليها ويحفظ اغاني ويحفظ دروسه اكثر، يعني بدروس الاغاني، وهيك صار التحضيرات. دروسه بالمدرسه. ايه ودروسه بالمدرسه طبعا اكيد. يمان، انت كان لك مشاركه ببرنامج مواهب مهم بالوطن العربي، وانت يمكن صار لك زمان عرفنا انك بتعزف على العود وايضا بتتدرب على الموسيقى. خبرني من ايمتى بتعزف، من ايمتى بتتدرب على الغناء، من اي عمر؟ انا تدربت على الغناء من عمري كان 5 سنين، يعني كنت اغني. بعد فترة يعني 5 سنين كمان صار عمري 11 سنة أو 12، فحبيت إنه قلت له لبابا يا ريت إنه أتمرن على العود. يعني كنت أطلع على المسارح إنه أتفرج إنه شلون عم بيعزفوا على العود، أحب صوته، فأنا بحب العود والقانون، بس اخترت العود وبابا يعني صار يمشيني ويدعمك. كمان يمان لك كان مشاركة بروسيا طبعا، خبرنا عنها اكثر. والله يعني كثير كثير فرحت بهالمشاركه، لاني يعني واحد كيف بدي اقول لك انه هالطلعه هي انه علمتني يعتمد الواحد على ذاته، يعني انه مثلا طلعنا حالي بعيد عن الاهل. ايوه بعيد عن الاهل، يعني انت بتطبق اغراضك، انت بتسوي، انت بتعمل،
ونفيق على طول من الصبح يعني نتعب كثير، بس مع ذلك هلا بتذكر في مسؤوليه روح. يمكن كمان كانت يمان عليك، يعني انت عم تنقل صوت الفن السوري للخارج. كانت المسؤوليه عليك حسيت؟ أكيد طبعا اكيد. استاذ عدنان، يعني اليوم قديش دعمكم ليمان كمان بيساهم بنجاحه بشكل اكبر، واكيد والدته معنا بالاستديو بنقدم لها التحيه، خبرنا عن دعمكم له من هو عمره صغير لهلا، وحتى بنجاحه حتى ببدايه شهرته اذا بدنا نقول ليمان يلي صارت ما شاء الله كثير كبيره. الله يخليكي. بالنسبه ليمان يعني اول ما شفناه انه حسينا انه عنده ميول للغناء، وعنده طبعا انه هالميول هي الحلوه، فحبينا شارك يمان بمرتين بمهرجان طلعي، واخذ الاول على مستوى سوريا طبعا، ومره بمهرجان طفوله الاول، وهون صرنا يعني انه نحس في يمان في عنده شيء لازم العالم تشوفه، لازم العالم تسمعه، فاخترنا له طبعا استاذ وحطينا له بمعهد صباح فخري يعني، وصار يتمرن وصار يعطي، وصرنا نهتم فيه اكثر لاني هو حابب انه حابب هالشيء هذا، فصرنا ندعمه اكثر. يمان شو حابب تسمعنا؟ بما انه امبارح كنا متقابلين مع استاذ عملاق حلب، استاذ صباح فخري، راح اغني له طولة العمر ان شاء الله. امين يا رب. يا طير طيري يا حمامة، وانزلي بدم الغمامة، هاتي لي من حبي علامة، ساعة وخاتم المال، يكفى عذابي حرام والله، أنا على ديني جننتيني، أنا على ديني جننتيني، على ديني العيش يا حرام والله. يا طيرة يا حلوة تعالي، واحكي له علي شغل بالي، قولي له حبك يا حلالي، هالاسمر ابو الخال، اكفى عذابي حرم والله، انا على ديني جننتيني، انا على ديني جننتيني، على ديني العيش يا حرام والله. الله يحمي هالصوت. يمان شو عم تحضر شيء جديد بناحية الموسيقى والفن؟ عم تشتغل على شيء؟ عم تكمل تدريباتك؟ شو عم تعمل؟ طبعا عم بكمل هلا تدريباتي، وبس عم كمل دراستي هلا، واخلص دراستي وبعدين انه راح ظبط شيء جديد، راح ان شاء الله تشوفه قريبا ان شاء الله يا رب. يعني دائما الاهل بيسعوا بهيك مرحله انه طفلهم يمكن وابنهم ما كثير يمكن الفن ياخذ من وقت دراسته، ودائما اكيد بتسعوا انه يكون في له مستقبل دراسي مشرق بالاضافه لهالفن الرائع، كيف عم تنسقوا بهذا الموضوع مع يمان؟ يمان اول شيء انه منسقي له وقته، مرتبي له وقته يعني بشكل صح، انه ما يغلب الفن على الدراسه او العكس صحيح يعني. ايه ف بتنظيم وقته عم نحسن ان شاء الله، ومضغوط كثير يمان يعني بالضغط الدراسي، وضغط بين ضغط الدراسي وبين ضغط الدراسي تبع الفن طبعا، بهالمرحلتين هي كثير مضغوط، فعم بنحاول ننسق بين الطرفين. يعني يمان كل الاطفال يلي عم يشاركوا ببرامج المواهب وعم يتميزوا عم يصيروا فعلا نجوم، وكل الناس عم تنبسط بوجودهم، تحولت حياتك لهالموضوع؟ عم تحس حالك انه فعلا انه انا والله صرت ها نجم ويلا؟ لا ابدا، انا الحكي ما فيها حكي ابدا. شوي اللي شوي حلوه النجوميه، حلوه النجوميه. مين الاساتذه اللي بتسمع لهم وبتحب تكون مثلهم ويمكن هن قدوتك؟ استاذ صباح اكيد اكيد. استاذ صباح فخري كمان شو حابب تسمعنا يمان؟ احنا مبسوطين بوجودك، اكيد كل الجمهور اليوم مبسوط بوجودك معنا، ورح ينبسط كثير باللي رح تسمعنا اياه. يا ذا القوام
الغارين يا ذا القوام السمهرين حاول رضا بسوك يمان مان مان حاول رضا بسوك كم ذا التجافي قلبي عاد أحرمت أجفاني القاد كم ذا التجافي قلبي عاد أحرمت ما شاء الله. يعني اليوم في مخطط لمستقبل اليوم عم بنرسم ليمان، كيف عم ترسموا له يمكن مستقبله وشهرته ايضا، كيف عم تسعوا انه تكون بما يليق فيه؟ بالنسبه ليمان قلت لك بالاول يعني انه اهم شيء انه دراسته، انه عنده دراسته، انه بالنسبه للفن، وان شاء الله في اعمال جديده يعني عم نسعى له فيها، بنسعى نطوره اكثر ان شاء الله كمان ليصير بمستوى كمان يرضي الناس كلها، يعني يرضي محبه الناس اللي اكتسبها اكيد يعني. ان شاء الله ان شاء الله هالمحبه بتزيد اكثر واكثر. يمان احنا كثير انبسطنا بوجودك معنا لليوم. ان شاء الله هيك، ان شاء الله كل المستقبل المزهر قدامك يا رب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله تحقق كل شيء بتتمناه يمان وتوصل للمكان اللي انت بتستاهله. اكيد الله يعطيكم العافيه على هالدعم وعلى هالمربى يمكن الاصيل ليمان. شكرا كثير لوجودكم معنا اليوم. شكرا لكم.